السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. في يوم عيد ميلاده أسامة رمزي يعلن عن خطوبته إليكم، التفاصيل والفيديو. أعلن الكوميدي المغربي أسامة رمزي عن خطبته لفتاة تدعى أميرة قبل أشهر، وجاء كشفه للموضوع تزامنا مع مناسبة عيد ميلاده. وشارك أسامة رمزي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام صور رفقة خطيبته من حفل الخطوبة. وأرفق الكوميدي المغربي المنشور بتعليق كالتالي: في عيد ميلادي أقولها أميرة أحسن كادو جاني في حياتي يا ودي الرومانسية. الجدير بالذكر أن خطيبة أسامة رمزي تدعى أميرة مرتدى وهي طالبة طب. فألف مبروك عليهم والله يكمل عليهم بالخير والله يفرح جميع البنات بالزوج الصالح، واللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه فيها. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.